وانا حلفت وقسمت مع قادة النواحي وقادة القوات ما كانش ياخذ الدم. هكذا وعد، هكذا طمأن، وهكذا تعهد، فأوفى بما عاهد. لم يكن مجرد قائد للجيش، بل كان حامي وطن. يرحل عنا على حين غراه، لكنه لم يرحل، دون اسمه بأحرف من ذهب في صفحات تاريخ الجزائر. كيف لا والرجل وقف سدا مانعا في وجه أعداء الجزائر والمتآمرين بالداخل. تعذبنا البلاد هذه، ضحينا شبابنا كاملنا البلاد هذه، ولمسنا عندنا النادي الله بسبيله للبلاد. بالأمس البعيد أفنى شبابه خدمة للبلاد، فرافق رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبالأمس القريب قاد جيشا لمرافقة شعب يتوق للحرية من جديد. تكلبت أطراف خارجية ومعها متواطئين بالداخل لتشويه صورة الرجل والمؤسسة العسكرية، لكنه بقى صامدا شامخا لتوصيل الأمانة، وكأن به يعطي موعدا للموت لحين إتمام المهمة وإيصال البلاد إلى بر الأمان. هي الجزائر قائمة برجالها، والجزائر أنجبت رجال ليصهروا عليها ويضحيوا عليها مهما كانت الظروف ومهما كانت صعب. أحمد قايد صالح، هذا الاسم ستتذكره الأجيال القادمة. تصاعدت أسهمه مع حراك الجزائر، فلم يهنأ له بال حتى حقق مطالب الشعب. أول طلب هب له الجزائريون يوم 22 فبراير إسقاط العهدة الخامسة، فكان لهم ذلك. الفريق يحسم ويدعو لتطبيق المادة 102 من الدستور بتثبيت مانع أداء الرئيس لوظائفه، لا بل وصل مرافقة الشعب في خرجاته، فتعهد بعدم إراقة قطرة دم جزائري واحد. مطالب الجزائريين لمحاسبة من تسببوا في هدر المال العام سرعان ما تحولت إلى واقع. الفريق يلبي، الشعب استقل باش يعيش، يعني قلب يخلوها ويجوع الشعب، خاطر من اللي يحب يجوع الشعب الجزائري ويخلي لي بونك وش معناتها يعني؟ هذا استعمار ثاني. فقام الدرك الوطني بمتابعة كل من ثبت عليه نهب خيرات البلاد. عشرات الخطابات التي تزامنت مع حراك الجزائريين لم يترك من خلالها الفريق الفراغ للمتآمرين، كان يؤطر، يوجه ويصحح، خطابات أثبتت عمق بصيرة الراحل وتشبعه بالقيم الوطنية. حرص خلال الأزمة على البقاء في الإطار الدستوري واستمرار الدولة ومؤسساتها. الدولة نحترموها ونحترم القوانين تاعها، ونتحدى كل إنسان نتحداهم إذا كان خطينا مصلحياتنا وخطينا كلش مدام الدوس، باسكو الدوسور حنا مسؤولين بها، وحدة الشعب حنا مسؤولين بها، حبيت ولا كرهت ليقيس الشعب حنا قيسنا. حرص أيضا على إجراء استحقاق رئاسي نزيه وشفاف، أشرف على ضمان حرية الاقتراع وحماية العملية الانتخابية، فكان له التكريم والإشادة. في هذا المحفل كان آخر ظهور للراحل، الجميع يقف مسفقا ومهنئا. هل كان يوم وداع؟ أحمد قايد صالح يغيبه الموت، لكنه ترك أثرا سيبقى للأبد.